إخوان أخوات مشاهدينا الكرام، تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الخبر صار، خبر مفرح كيخص ولا كيعني الإخوان ديالنا الشباب اللي عايشين في كاتالونيا. في كاتالونيا كاين واحد المساعدة جديدة ديال الكره للشباب، هادوك اللي طلبتوا المساعدة ديال الكره ديال الدولة. كنهضر على هادوك 250 يورو في الشهر، هادوك الناس اللي طلبتوها وكنتو كتوفروا على الشروط وحتى هكاك ما توصلتوش بهاد المساعده. جينيراليتات كتعطيكم فرصه اخرى، فرصه جديده. هادوك 38000 اللي كنتو طلبتوا هاد المساعده هنا في كاتالونيا، هنا في كاتالونيا الاخوان باش تعرفوا كانوا طلبوها 38000 شاب، ويلا توصلوا بهاد المساعده 9666 شاب، الباقي ما توصلش بها. علاش؟ حيت خصكم تعرفوا واحد الحاجه هنا الاخوان، هذيك المساعده ديال الدوله ديال الكره الشباب كانت على حساب، كانوا نقولوا كيشوفوا على حساب الملفات. اذا الملف ديالك يدخل هو الاول ولا الثاني ولا الثالث، ولا كنتي نقولوا ما باش تفهموني مزيان، اذا كنتم الاولين راه استفدتوا منها اذا كنتوا كتوفروا على الشروط. اذا كنتي من هذوك الناس اللي يدفعوا في الاواخر راه ما غاديش تستافد منها وما استفدتيش منها. علاش؟ حيت الميزانيه تسالات، حيت في هذيك المساعده الاخوان كانوا غاديين على حساب الطلبات. سوليسيتو ديس الاولين اللي دخلوه هما اللي استفدوا منها، الباقي ما استفدش منها. على داك الشيء جينيراليتات كتعلن على هذه المساعدة الإخوان من جديد، غادي تطلقها من جديد. يقدروا يستافدوا منها ما بين 14000 و 15000 شاب. المبلغ الطوبي ديالو 250 يورو. ملي كنقول طوبي ما كيعنيش باللي كاملين اللي غادي يدفعوا ليها ويقبلوها عليكم غادي توصلوا ب 250 يورو، لا، الطوبي ديالها 250 يورو وغادي تكون سنويا. تفاصيل ديال هاد المساعده ولا دعمها مي في الاواخر ديال هاد الشهر سيتيمبري، سيتيمبري في الاواخر ديال هاد الشهر جينيراليتا دي كاتالونيا غادي تعلن على جميع التفاصيل، على جميع الشروط باش نقدروا نطلبوا هاد المساعده ديال الكره للشباب اللي عندهم حتى 35 سنه. خبر مفرح ولاد العمامي، كيستاهل لايكات والبارطاج. المهم كيف كتشوفوا معايا الاخوان هنا، لا جينيراليتات انونسيا ايوداس اليوغي بار جوباس كاتالانس كي نو فان اكسيدي البو استاتال. جينيراليتات كتعلن على واحد المساعده ديال الكره للشباب اللي ما قدروش يستافدوا من المساعده ديال الدوله. هنا La consigliera afirmat que el bo estatal va generar unas expectatives importants, però que havia manca de recursos. ملي كنهضروا على manca de recursos كنهضروا باللي الميزانيه كانت قليله. داكشي اللي فرقات الدوله ولا الاخوان الحكومه سنترال كنقولوها لمدريد، راه كل كومونيداد اعطات لهم واحد المبلغ. كاين كومونيداديس اللي داك المبلغ راه ما وصلش لجميع الطلبات. على داك الشيء بزاف ديال الناس طلبوها ما استافدوش منها وكانوا كيتوفروا على الشروط ولكن ما قدروش يستافدوا منها الاخوان حيت الفلوس تسالاو. على داك الشيء دابا جينيراليتات كتعطيكم واحد الفرصه اخرى. الميزانيه اللي غادي تكلف ليها الاخوان اللي غيكلفوا ليها جينيراليتات لهاد المساعده 29 مليون اورو، وكيف قلت لكم راه غيستافدوا منها الاخوان ما بين 14000 و 15000 شاب. تقول لي ماشي بزاف، المهم اولاد عمامي فرصه جديده نهار اللي يطلقوها كون من الاوائل. ولكن هنا الاخوان قالوا لك باللي ما غاديش يمشيو على واش انت دفعتي الاول ولا الثاني ولا الاخر، لا، ما غاديش يركزوا على حساب نقولوا الدخول ديال الملفات، لا، هنا الشروط شويه مبدلين. قلت لكم تفاصيل في الاواخر ديال هذا الشهر. انا دابا
الإخوان غير كنشارك معكم هذا الخبر المفرح غير باش توجدوا رؤوسكم باش تعرفوا باللي عندكم واحد الفرصة أخرى. الشباب اللي عايشين في كاتالونيا ما قدروش يستافدوا الإخوان من هذه المساعدة ديال الدولة حيت أنتم عارفين كانوا تلقوها الإخوان ولكن واحد في تنقولوا الإخوان محددة وقيل يلا عطوا لكم شر. إذا الإخوان ما نسيتش كان داكشي نقولوا غير مدة وقيلة ديال الشهر اللي يدفع دفع اللي ما دفعش ما دفعش. بزاف اللي دفعوا ما قبلوهاش ليهم حيت انتم الاخوان كتشوفوا معايا بار بوليا تندرا توتاس لاس بيتينسيونس ا كاتالونيا اس فان بريزينتا ميز دي 38000 سوليسيتود. غير في كاتالونيا الاخوان كانوا طلبوها اكثر من 38000 شخص شاب سوليسيتود. اس فان بودي كونسيدي نو ميز 9666 9966 اللي استفدوا منها من هاد 38000 اللي طلبوها. على داكشي دابا عندكم فرصه جديده ولاد العمامي ما غاديش نطول بزاف الاخوان. كيف قلت لكم هنا لا كونسييرا دي دريت سوسيال دي جينيريتاد فيولان سيربيرا الاخوان هي اللي علنات على هاد كومبوكاتوريا الاخوان ديال هاد المساعده للشباب اللي كتروح سميتو اللي ما كيفوتش العمر ديالهم الاخوان 35 سنه المهم 35 لتحت بالا الاخوان. ديستينارا كيف قلت لكم 29 مليون يورو بريفيو كيسبوغين بينيفيسيا الاخوان اونس 14 ميل جواز 14000 شاب افيرمات كلبوش تاتا الماجيني المهم هذا الشيء راه قلناه باش ما نعاودوش الهضره. ماركاتو راس ميزورا استاتا تا 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 ام لا ماتي شاجو دا لو سنسو كون بين ميلوك دي ريزيدنسيا ام لا كونسيليريا فونسيون تال لا كونسيني اديت كي دابان ا كيستا سيتواسيون دي نيسيتات كي لاجودا Así que la corta la generalidad de decidir sobre una nueva línea de ayudas de las bases de convocatoria las cuales publicarán. En el Juan Kiev Telecom, las bases de convocatoria se publicarán finales de septiembre. جميع التفاصيل ديال هاد الكومبوكاتوري الاخوان ديال هاد المساعده راه غادي نشروهم في الاواخر ديال هاد الشهر 9 بالي لهذوك الشباب اللي ما قدروش يستافدوا الاخوان من المساعده ديال كرات الشباب نقولوا ديال الدوله بالي كتعطيهم واحد الفرصه جديده. بالي هادشي اللي كاين في هاد الساعه الاخوان طوبي طوبي 250 يورو طوبي 250 يورو غادي تكون كيف قلت لكم سنويا. ملي كنقولوا طوبي 250 يورو ماشي كاملين غادي تشدوا 250 يورو اذا دفعتوا ليا وقبلوها عليكم راه الاخوان كاين اللي يقدر يشد 180 يورو في الشهر 190 150 160 المهم طوبي 250 على حساب الاخوان. انا كيف قلت لكم ما باغيش نسبق لكم الاخوان الاحداث حيت في الايام المقبله غادي الاخوان نتوصلوا نقولوا بالتفاصيل اكثر وحنا غادي نشاركوها معكم. غير دعمونا شويه باللايكات وشويه ديال البارتاج وشويه ديال الاشتراك في هذه القناه المتواضعه حيت الاخوان بلا تشجيع راه صراحه واحد كيفشل. كيف كتشوفوا القناه راه مؤخرا ما بقيتش كنطرق المواضيع قليل فيديوهات قليل حيت صراحه الاخوان هادشي ما كيشجعش ما كيشجعش على داكشي. بالا الاخوان كيف قلت لكم يستافدوا منها بويا ريبا وناس 14 ماي كان او 15 ميل بيرسوناس المهم ما بين 14 و 15 الف اللي يقدروا يستافدوا من هذه المساعده. الاخوان كونوا نقولوا على بال كيف قلت لكم شاركوا في القناه ملي يكونوا التفاصيل غادي نشاركوها معكم كيف ديما. داك الشيء الاخوان باسو باسو كيف كنقول انا بالو ولاد عمامي تحياتي لكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.